هلا هون جامع ابو عمشي اللي قالوا منه انه اهل الخارجيه عندهم هذا نشروه وانا احد المصورين له. هذا البيت اللي عم تحترق هلا هي من قذائف ال 72 ممكن اكثر من 25 بيت او 30 بيت. لا حول ولا قوة الا بالله. احد البيوت في شكان هاي المنطقة هون حمص باب تدمر باب تدمر. لا حول ولا قوة. ممكن تشوف اي شيء بدك فيه هلا. شوف اول شيء هذا البيت قدامك هلا انضرب تشوفه. هاي واحد. حول ولا قوة الا بالله. واحد ابدا تعرف شوي ما نشرك الدخان ما زين عم يحترق ممكن تشوفه من الجنب الثاني وتخلص شرمان يا كيف تسبيح اول مذبوحي يا رب هل نسياته الله لا يوفق يا رب عيون يا رب عيون بالاساس الله لا يوفقك يا بشار لا حول ولا قوة صور بشار الاسد لانك سيارة اليوم تسعف بسيارات العالم عم يشبهها سيارات العالم هاي اسمه الشبيح شرمان يا عم لا حول ولا قوة يا الله يا الله يا رب سيارة هاي السيارة لك هاي السيارة لك بإذن الله موتى مو متى حتى فطايس إيراني آسيا وإيراني هيك كيف الإيراني صور الله الله لا يوفقه الله لا يوفقك يا بشار هاي صاحب المعمل كان عم يسرقوها لكن في 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 فتيل قدام بيت أبو أحمد غالي شوفه شو هو لمين واحد إلهم قاعد مين ست أيام خليك على اليمين كمان شوي على اليمين فوق لفوق لفوق انت طالع الطلائع ما اعرف شاريني هاي السيارة قرب الصورة قرب الصورة دي كمان لا حول ولا قوة الا بالله كمان قرب قرب الله لا يوفقهم الله لا يوفقهم شالوهم ولا لساتهم بقلبهم؟ لساتهم بقلبهم واحد من ورا واثنين قدام الله ينصركم الله ينصركم هاي الجيش الحر هاي عمليات جيش حر يا رب هاي مستمرين على سيارة مدنية ها؟ لكن صاحب ليكم ليك الدم شايف؟ قرب الدم قتلوا صاحبه واخذوه حتى سيارة ما منكم الله ينصركم بإذن الله بإذن الله معنا الله معنا بإذن الله الله ينصركم بإذن الله معنا ننتظرهم حتى يجوا ياخذوهم الله ينصركم يا رب ياخذوا كلابهم الله يحميكم الله يحميكم يا رب الله يحميكم